التحديد في هذه القضيه هي انه اليوم كانت المحاكمه، كانت استنطاق ديال المتهمين عن بعد، والسيد قاضي التحقيق سولهم، السيد قاضي الموضوع عفوا عطاهم الاسئله كل واحد بوحده وخرج الشهود باش غادي يحاول يشوف ما بين التضارب ما بين الاقوال ديالهم واللي صرحوا بها واللي صرحوا بها بشحال هذه في بعض المحاضر اللي حنا اصلا طعنين في ذاك المحاضر ديال الشرطه القضائيه، لانه كانت دارت بواحد الطريقه اللي ما كانتش استدعوا فيها السيده حياه العالمي، ما خداوش المعلومات، ما كانتش على ما على يعني دقيقه جدا، لان تم اغفال بعده جوانب من هذا القضيه دي في البحث، خصوص السياره، خصوص شكون اللي كان سايقها، شكون اللي كان راكب القدام، شكون اللي كان راكب اللور، فين التوجه ديالها، شنو اسفرت التوصلات الهاتفيه والمواصلات التواصل بيناتهم في الهواتف، المناطق اللي كيكون فيها، وهذه هما الجزئيات ديال البحث اللي كيبينوا لنا الحقيقه. فسيد القاضي الموضوع وجه لهم الاسئله باش غادي يشوف يوصل هو الحقيقه، بالتالي غادي تعرف السيده حياه المسار والمآل ديال الابن ديالها فين كاين. السيد واحد المعلومه تنور الراي العام نحن ما يمكنناش نقولوا تصفيه الحسابات، حنا اللي كنقولوا هي ان قاصر ديتيه معك، انت رشيد ومعك رشداء، ما عندكش الحق تخليه معك، راه خاصك تسلمه لذوي الحقوق، تسلمه لوالديه. علاش؟ اولا ملي تجي تدي معك القاصر، وهذه نصيحه جميع الشباب، ملي تجي معك القاصر خاصك الاذن ديال الوالدي باش لو وقعت شي حاجه هما اللي كيتحملوا المسؤوليه، اما بحيث انهم الدفوع ديالهم مخدرات ما هي ما مخدرات، فما يمكنلكش تقول مخدرات في غياب الجثه وفي غياب هو شخصيا، ما يمكنلكش تقول نقولوا حنايا يعني تناول المخدرات، لان تناول المخدرات خصها اثبات وخصها دليل. حنا كنعرفوا بان المختبر اي واحد حي فينا يمكن له يدير تحليله غيعرف شحال عنده ديال الكميه ديال المخدرات في الذات ديالو، وبالنسبه لشخص ميت شحال عنده الكميه المخدرات ديالو في الشعر او في العظام ولا شي حاجه، وهل كانت هي السبب في الوفاه ام لم تكن. فهادشي ما بقاش يعني غافلين عليه العالم كله، لان توجهنا علمي، جميع الدول كتكتشف هادشي بواحد البساطه، ماشي غير حنايا اللي غادي نوحلوا فيها. فحنايا حيت ما عندنا لا دليل ولا حجه ولا جثه ولا حتى شي حاجه، متشبتين بالاختطاف، واللي كيترتب عليه الاختفاء واللي كيترتب عليه الاختطاف، لان انت لا خفيتي شي واحد معنيتها واستبرتي في الاختفاء ديالو معنيتها انك اختطفتيه، اذا انت خصك تقولي لنا السبب ديال هذا الاختطاف، علاش اختطفتيه؟ شنو درتي به؟ فين ديتيه؟ كيفاش؟ شنو كان المسار ديالو؟ سواء حي او ميت، راه خصك الى حي تقولي لنا علاش اختطفتيه، الى ميت جيبوا لينا وتقول لنا ها علاش اختطفته وعلى كيفاش. فبقى واحد الغموض على هذه الحقيقه الى حين ان تاجلت الجلسه، وان السيد قاضي الموضوع ارتأى ان المحاكمه سوف تكون عن قرب باش تواجهوا مع السيده حياه العالمي المتهمين، باش هي غتقول لهم كيفاش انه حيت هو غايب انتم كتقولوا عليه دفوعات اللي ما يمكنلوش يثبتها، ثبتوها لنا انتم، وحنا عندنا في القانون البينه على من ادعى، ادعيت انه توفي بمخدرات او لا تناول مخدرات او لا وقعت له شي حاجه بديك المخدرات، جيب لنا الاثبات ديال المخدرات. تاريخ المحاكمه 21/4/2021. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.